شافت ارض 3300 متر تسوى فوق ال 40 مليون كمان في ارض فوق ال 40 مليون دولار راحت يعني ما فهمت بمراسيم عم تلعب كان بيمنعك شيء انه يكون التمثال تبع الرئيس الحريري على على المرقاب مثلا في مرقاب نحن عاملينه خرائط للمرقاب حلو كثير ومقدمينها ودافعين حقها وماضيين كونترا مع مجلس امير العمار من تقريبا 10 سنين من 2001 او قبل وين؟ ليه 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 بيصير ليه بيصير الشغل بطريقه عشوائيه استنسابيه اليوم هلا اليوم عملنا قديس بسان جورج حطينا نعم. صور اربع اشخاص ماتوا نعم شهداء هلكونا شهدائكم يعني قوى الامن هلكونا بدهم يشيلوهم صور ما معلش اذا كان له حق يموتوا العالم ماتوا اربعه ليه بدهم يشيلوا بدهم يشيلوهم مين اللي اليوم راح يشيل الصور؟ ضلهم علينا ضلهم قاعدين تشيلوهم ما كانوا يحلوا ولا يشيلوهم ليش وين حاطين الصور؟ حاطينهم على بين البنايتين على الطريق حطينا صور هالقد بطريقه غير قانونيه اخذتوا رخصه من البلديه؟ لا ما اخذنا رخصه من البلديه حطوها الشباب حطوها شباب هلا انا بيعطيني رخصه؟ ما بيعطيك قد ايه بدي وقت يعطيني رخصه؟ على كل حال كل الشهداء سنه ورا سنه ثانيه اللبنانيين نحن بنعزي اهالي الشهداء اللي لو بده يعطونا رخصه 14 شباط من الرئيس الحريري وكل الشهداء اللي فقدوا لبنان بهالذكرى الاليمه هيدا عشيت هالذكرى الاليمه هلا شوف شو انت يعني هلا بهالحاله اليوم انه هل وصلت الى حاله يأس هل وصلت الى حاله احباط الى حاله قرف كلنا بنعرف فادي خوري قديش عينه مع الاداره بلبنان ويمكن هيدا يمكن حالتك شوي خاصة ولكن بنهاية المطاف رح تضلك تحارب الإدارة أو 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 بهذه المعركة إذا جاز التعبير يعني مش تحارب لأنه أنت عم يمكن عم بتدافع عن نفسك أكيد بموقف بموقع الدفاع ولكن رح تضل بهالحرب الدائرة مع الإدارة بهالمعركة المفتوحة أنا ما عم بعمل حرب على حدا نعم. اللي عم يعمل حرب علي هو يعني شركة أخيرا شركة, شركة شركة سوليدير نعم. شركة سوليدير ما بعرف اذا عندك خبر بس انا رح اخبرك خبر ما بتعرفيها شركة سوليدير هي الدولة ايه بس نحن دولة ضمن الدولة نحن عم نحكي هي بتعطي تعليمات لرئيس الوزارة شركة سوليدير هي بتعطي تعليمات للعالم كلها هي بتعطي تعليمات للدرك حتى للقضاء كان عندك مشكلة شركة سوليدير كان عندها مغفر تحت 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 مؤخرا صار في مشكلة مع تلفي ناصر الجميع للدرك تيجوا يوقفوا هذا المعتر مسيو حماليان نعم. حملوه كبوه برات بيته نعم طب هدول العالم وين وين في اداره؟ وين الاداره؟ ما فهمت انا مين الاداره؟ بعتيني عند حدا اسمه اداره طب حتى القضاء يعني فتت يعني صار في هيك كمان يعني هيك القضاء نحن عندنا شكويتنا كلها موقفه بمجلس الشورى صار لها من سنه 2001 هيدا المينيموم بركي هلا بتمشي بعهد الرئيس الجديد ان شاء الله شكرا ان شاء الله ان شاء الله نحن ما عندنا شك انه في ناس نزيهين نتأمل شو قضيتك مع القاضي جوزيف معماري ولكن شو قضيتك مع القاضي جوزيف معماري حسب ما يطلع عباله شو يعني انه كمان القضاة يعني بيشتغلوا بالكلديه يعني لا الاستنسابيه خلينا نتركه لا 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 المعماري وخلينا نحكي عن 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 اللي فوق منه كان عضوم طب هلكوني انا عملوني انا متعدي على البحر واخذوني وجيبوني 200 مره على بدهم يحبسوني كيف انا متعدي على البحر ما خصني انا الشركه البحريه في رئيس عليها غيري وانا ما انا ولا عضو مجلس إدارة ولا انا مساهم ولا انا رئيس وانت كنت تروح على القضاء لانك ما بنتعدى على البحر انا عم بروح فكري انه عم بكون ايجابي في ايامها كنت بعدني مفتكر في ادارات في قانون في شيء اليوم ما بروح ما برد عليهم في مطرح يعني قال انه القاضي معماري هو ايضا بدي وقفني لعيلي انا لانه سوليدير مستشار بشركه سوليدير هل المعلومات صحيحه يعني هل بتشعر انت انه اذا كنت قدام حكم هو بنفس الوقت خصم لك اذا كان هو قاضي ومستشار بشركه او بيتعاطى معه انا انا الاحساس اللي عندي هي انه الادارات كيف ما كانت تكون اجمالا الاحساس تبعي انه هدول اداه فقط اداه بين ايادي المتسلطين في سياسه معينه يعني هن اداه لا موجودين هذا بيعمل المحافظه هذا اللي بيعمل البلديه وهذيك بيعمل القضاء ما بعرف بس على كل الاحوال كلهم بيخدموا المصلحه اللي هي متمسكه بالوضع اليوم
شو رح تعمل بالنهاية؟ ما في إنسان بيقدر يدافع عن حاله. قسم من الحلقة الحديث معك شو رح تعمل؟ أنا مش يأسين أول شيء لأنه ما بيأسى وما عندي فكرة إنه عندي فكرة عاطلة جدا عن لبنان اليوم مع كل يعني أنا لبناني ولكن صراحة مستحب حالي إني أنا لبناني وبس عندي أمل عندي أمل إنه ما بيجوز الشعب ما بيجوز يضل قاعد عم يدعسوا عليه وعم يدعسوا على الشعب رح يضل يدعسوا على الشعب ليقوم الشعب ويغير الوضع بقى الشعب اللي لازم يقوم ويرفض نحن بتحب تضيف شيء بنهاية هاللقاء اللي يعني حبينا انه كمان تكون ضيفنا بما انك عندك معاناة مع الادارة طويلة وان شاء الله انك يعني بالاخر بتضلك تقدر تصمد وبتنتصر بمعركتك كونك صاحب حق شو بتحب تقول اخيرا انا بدي لبنان ينتصر واللبنانيين ينتصروا ويرجع بيروت لبيروت ونشكرهم لشركة سوليدير ونقول لهم برافو عليكم هيدول معاشاتكم فلوا بقى وسلمونا البلد رجعوها للعالم لأنه مش شغلتهم هني يقرطوا البلد ويقرطوا المصريات ويخدوهم يحطوهم بعجمان دبي فرطت أو عفروت وعجمان يعني ما هذا مستنعات بقفى المنطقة هناك بكل أخير نحن تبعنا ملف سوليدير بكل أوجاع وبكل أوجاع الناس المتضررين من موضوع وسط بيروت وشركة سوليدير ومعروف البرنامج أنه وقف حدهم وبدنا نضلنا واقفين حدهم وحد كل أصحاب الحقوق وحدك أستاذ فادي اللي دايما اليوم يمكن كان في تقصير إعلامي بالتغطية الحدث اللي صار عندكم بالسان جورج لا ما لحقوا عندهم أخبار كثير اليوم عندهم أخبار أهم طيب نحن يعني سان جورج مش أهم شغلي في أهم من أنا عم برجع بقول لك دايما أنه إن شاء الله لبناني يخلص بدي كمان جدد تعازي لأهالي كل شهداء 14 أدار أهالي كل الشهداء اللي سقطوا واللي سقطوا بالسان جورج شكرا لك شكرا لك على أمل أنه نتواصل مع بعضنا قصتنا طويلة قصتكم طويلة وإن شاء الله تضلك صامد شكرا لك